سعادة السفير جون ويليكس السفير البريطاني لدى قطر أو شيء، مرحبا فيك ونحن سعداء جدا يا سعادة السفير أن اليوم نستضيفك في اليوم قبل الختامي بالنسبة للمهرجان مرمي. كلمنا بشكل عام عن انطباعك عما شاهدت في هذا المهرجان. عجبتني كثير هذه الزيارة. أنا جيت على فكرة الحين من الصحراء للمرة الأولى، كنا نمارس الصيد بالسكور، فهذا أول مرة أنا زرت المهرجان الصيد والسكور في قطر منذ أشهر عدة، ولكن اليوم كان عندي هذه الفرصة، وبعدين الفرصة للمراجعة ولشهادة الصقور من الدرجة الأولى المشاركين في المنافسة، فعجبتني كثير. أنا عارف إنه المهرجانات للصيد والصقور أصبحت جزء مهم من الموسم الشتوي في قطر، فلذلك الفرصة للمشاركة للمشاهدة المهرجان شيء عظيم، وإن شاء الله أتمنى لكل المشاركين التوفيق. وأنا عارف أنه وصلنا إلى الدورات النهائية آخر أيام المهرجان، فأنا أتمنى لكل المشاركين النجاح والتوفيق في الأيام القادمة إن شاء الله. نشوف في هناك تشابه بين الثقافة البريطانية والثقافة القطرية من ناحية الاهتمام بالصقور، كيف تشوف مدى التقارب والتشابه ما بينهما؟ طبعا لما كنا في الصحراء الحين كان عندي صقر اسكتلندي وصقر عربي، طبعا وكنا ندرب الصقر العربي، الصقر الاسكتلندي كان كبير في السن مدرب درجة الأولى فلذلك كانوا شجل صادرات في كل مكان وأنا سعيد جدا بالمعرفة إنه هذه العلاقة بين بريطانيا وقطر فيما يخص الصقور قوية جدا، وإن شاء الله في المستقبل طبعا نعرف إنه في قيود على السفر الحين بسبب الكورونا، لكن في السنوات المقبلة المشاركة للجانب خصوصا من بريطانيا في مثل هذه المهرجانات سنشجعه، وأنا أتطلع إلى زيارات رسمية أيضا للحضور مثل هذه المناسبات، وعندي الانطباع انه كثير من الجاليه البريطانيه في البلد يحبوا المشاركه في المناسبات المهمه في الدوحة وخارج من الدوحة، فلذلك ان شاء الله سنشاهد حضور المقيمين البريطانيين في السنوات المقبله ان شاء الله. آخر سؤال انطباعك بشكل عام عما شاهدت من تنظيم، وهل سوف تحضر بإذن الله تعالى اليوم الختامي بالنسبة للمهرجان مرمي بعد منافسات امتدت لمدة شهر كامل؟ للأسف الشديد عندي التزامات لكن هذه أول زيارة، لكن إن شاء الله في المستقبل ممكن نرتب زيارات أخرى. الآن أنا عارف أنه المهرجان المرمي يحدث كل سنة شهر يناير، وأنا موجود إن شاء الله فترة طويلة في البلد، أنا وصلت منذ سنة تقريبا لكن أنا سأحضر في المستقبل إن شاء الله، وأنا أحب الشارك فيما أخص الصيد والصقور والفروسية، وحتى سنشاهد في هذا اليوم أنا عامل جولة في جنوب البلد، وكنا نشاهد مسابقات الخيول الصيد والصقور، بعدين سنرى كيف القطريين يتمتعوا ب موسم الشتاء، فنعمل جولة اليوم وإن شاء الله سنرجع قريبا إن شاء الله. للأسف هذا الويكند أنا عندي التزامات، لكن المرة الجاية إن شاء الله أنا سأحضر فترة أطول. الله يسلمك، شكرا للفرصة.